السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا وسهلا بكم مرة تانية مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، الدرس الثالث في الوحدة 11 بعنوان العبارات الشرطية. درسنا يا شباب قبل كده في الدرس الثاني استعمال المنطق وأشكال فين لتحديد قيم الصواب لعبارات النفي والوصل والفصل، والنهاردة إن شاء الله بندرس مع بعض إزاي أحلل العبارة الشرطية إذا كان فإن، وأكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي لعبارات إذا كان فإن. طبعا لازم في البداية نتعرف على بعض المفردات زي العبارة الشرطية أو الفرض والنتيجة والعبارات الشرطية المرتبطة والعكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي والتكافؤ المنطقي. سؤال كده بنستهل به درسنا النهارده، لماذا عند إجراء مكالمة هاتفية مع بعض المؤسسات يحيلك جهاز الرد الآلي إلى قائمة من البدائل تختار منها القسم الذي تريد ويسمعك إرشادات بصيغة عبارات شرطية؟ إذا كنت تعلم الرقم فاتصل أو اضغط فإذا كان فإن. فبنلاحظها دايما فين؟ في تحويل المكالمات. نشوف العبارة الشرطية معناها إيه؟ العبارة الشرطية يا شباب هي عبارة يمكن كتابتها على صورة إذا كان فإن. مفهوم أساسي العبارة الشرطية، تكتب العبارة الشرطية إذا كان فإن على صورة إذا كان بي إلا بي فإن كيو، إذا كانت بي فإن كيو. في العبارة الشرطية تسمى الجملة التي تلي كلمة إذا مباشرة الفرض، يعني إذا هنا البي هي إيه؟ الفرض. وفي العبارة الشرطية تسمى الجملة التي تلي كلمة فإن مباشرة النتيجة، الكيو هنا هي الايه؟ النتيجة. تعال نشوف ازاي احدد الفرض والنتيجة في المثال رقم واحد. حدد الفرض والنتيجة في كل من العبارات الشرطية الآتية: إذا كانت التوقعات تشير إلى هطول المطر فسآخذ الشمسية. طبعا الفرضية هنا التوقعات، لأنها أتت بعد كلمة إذا كان، التوقعات تشير إلى هطول المطر. أما الاستنتاج فهي كلمة إيه؟ فسآخذ الشمسية، فسآخذ الشمسية لأنها جاية بعد حرف العطف فاء اللي هو فاء العطف، طبعا إذا كان أو حرف عطف إيه؟ فاء. تمام يا شباب، نشوف مع بعض المثال اللي بعده. يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان أحده صفرا. يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان أحده صفرا. أبص على كلمة إذا كان، إيه اللي جاي بعدها؟ أحده صفرا. فبالتالي يكون عندي هنا الفرضية الأحاد صفر، لأنها هي اللي جاية بعد كلمة إذا كان. أي نعم مش مرتبة، جايب لي النتيجة قبل الفرضية، ولكن أنا برضو لازم إيه أنتبه للموضوع ده إن شاء الله. يبقى الفرضية اللي هي الأحاد في العدد صفر. أما الاستنتاج اللي هو العدد يقبل القسمة على كام؟ على 10. نشوف التمرين الموجه رقم واحد، بيقول لي إذا كان لمضلع 6 أضلاع فإنه سداسي. إذا كان لمضلع 6 أضلاع فإنه سداسي. طبعا الفرضية هنا لمضلع 6 أضلاع. طب النتيجة؟ النتيجة أنه إيه؟ سداسي. النتيجة أنه إيه؟ سداسي. سيدرج عرض آخر بالجدول إذا بيع الأول. سيدرج عرض آخر بالجدول إذا بيع الأول. هنا الفرضية هي إيه؟ بيع الأول. أما النتيجة هي سيدرج عرض إيه؟ آخر. سيدرج عرض إيه؟ آخر. نشوف المثال رقم 2 مع بعض يا شباب، إزاي أكتب العبارة الشرطية على الصورة إذا كان فإن. حدد الفرض والنتيجة في كل عبارة شرطية مما يأتي، ثم اكتبها على صورة إذا كان فإن. الثدييات هي حيوانات من ذوات الدم الحار. الثدييات دي جملة أو عبارة عايز أكتبها على صورة إيه؟ إذا كان فإن، على صورة عبارة شرطية. هقول له الفرضية هنا الأول أحددها إن أنا عندي حيوان من الثدييات. خلاص؟ طب النتيجة أن يكون ذا دم من إيه؟ حار. نكتبها بقى على صورة الصورة العبارة الشرطية، هتكون إذا كان الحيوان من الثدييات فإنه ذو دم من إيه؟ حار. أما السؤال اللي بعده أو السؤال رقم بي،
المنشور الذي قاعدته مضلعان منتظمان يكون منتظما. طيب دي عبارة ولكنها ليست مكتوبة على الصورة الشرطية. لما اكتبها على الصورة الشرطية اقول له ان الفرضية هنا ان المنشور الذي قواعده عبارة عن مضلعات منتظمة، الاستنتاج يكون منشورا منتظما، وتكون اللفظ بتاعها بالعبارة الشرطية اذا كانت قواعد المنشور عبارة عن مضلعات منتظمة فانه منشور منتظم. ناخد التمرين الموجه رقم 2. قال لي يمكن استبدال 4 قطع من فئة الربع درهم بقطعة من فئة 1 درهم. ازاي اكتب العبارة ديت على صورة عبارة شرطية؟ طبعا اقول له اذا كان لديك قطعة واحدة من فئة درهم فانه يمكنك استبدالها بأربعة قطع من فئة الربع ايه؟ درهم. طبعا احنا عندنا الاساس في كتابة الجملة الشرطية ان انا اكتب كلمة اذا كان فان، وانت كل واحد مننا ان شاء الله باسلوبه وصياغته، بس اهم شيء يكون عندك كلمة اذا كان فان. خلاص. مجموع قياس الزاويتين المتكاملتين يساوي 180 درجة. هقول له اذا كانت الزاويتين متكاملتين فان مجموع قياسهما يساوي 180 درجة. تمام يا شباب؟ مثال، ناخد مثال رقم 3. بيقول لي قال عمر لزملائه اذا انهيت واجبي المنزلي فاني سوف العب الكرة معكم. طيب ده مثال بس عشان نحدد من خلاله حاجة اسمها صحة العبارة الشرطية. طبعا الفرض هنا ان عمر هينهي الواجب المنزلي بتاعه، اما النتيجة ان لما بعد ما ينهي الواجب المنزلي هيلعب الكرة مع زملاء. يبقى ديت الفرض وديت النتيجة وديت العبارة الشرطية. طيب في حالة لما تكون العبارة او الفرض صحيح ويكون النتيجة صحيحة، فبالتالي هتكون العبارة الشرطية صحيحة. يعني معنى كده اذا انهى عمر واجبه المنزلي ولعب الكرة مع زملائه فان العبارة الشرطية تكون صحيحة لانه بذلك اوفى بوعده. صح يا شباب؟ طيب في حالة لما يكون الفرض صحيح وتكون النتيجة خاطئة، فبالتالي بتكون العبارة الشرطية كلها ايه؟ خاطئة. ازاي يا استاذ؟ قال لك اذا انهى عمر واجبه المنزلي، هذه العبارة صحيحة اللي هو الفرض، ولم يلعب الكرة مع زملائه، لم يلعب الكرة مع زملائه هنا اللي هو عكس النتيجة، النتيجة يبقى النتيجة هنا خاطئة. خلاص؟ تكون العبارة الشرطية خاطئة لأنه لم يفي بإيه؟ بوعده، لم يفي بإيه؟ بوعده. طيب، في حالة ثالثة لما يكون عندي الفرض خاطئ، الفرض إيه يا شباب؟ خاطئ. دايما خدها قاعدة كده، لما يكون الفرض خاطئ دايما بتكون العبارة الشرطية صحيحة. دايما خدها كده في المنطق، لما تكون الفرض خاطئ تكون العبارة الشرطية مالها يا شباب؟ صحيحة. إزاي يا أستاذ في الحالة بتاعتنا هنا؟ إذا لم ينهي عمر واجبه، صح؟ لأنها هنا خاطئة، ولعب الكرة مع زملائه، يكون الفرض خاطئا ولكن النتيجة صحيحة. وبما أن العبارة الشرطية لا تقرر شيئا في حالة عدم حل عمر واجبه، طبعا لأنه أنت ما قالكش هنا في العبارة الشرطية إن لو عمر ما حلش واجبه مثلا هيعاقب أو هيحرم من المصروف أو أي شيء. فطبعا بما أن العبارة الشرطية لا تقرر شيئا في حالة عدم حل عمر واجبه، فإن الأمر راجع إلى عمر إما أن يلعب الكرة مع زملائه أو لا، وتكون العبارة الشرطية صحيحة بغض النظر عما يفعله عمر. يبقى خدها دايما كده عشان ما تلخبطش نفسك، لما تكون الفرض خاطئ اذا العبارة الشرطية مالها يا شباب؟ صحيحة. برضو هنا الفرض خاطئ والنتيجة خاطئة، يبقى العبارة الصحيحة العبارة الشرطية يا جماعة ايه؟ صحيحة. ازاي يا استاذ يكون الفرض خاطئ والنتيجة خاطئة والعبارة صحيحة؟ طبعا تعال نشوف كده. اذا لم ينهي عمر واجبه، لو عمر ما عملش الواجب بتاعه ولم يلعب الكرة مع زملائه وما لعبش مع زملائه، يكون الفرض خاطئ والنتيجة خاطئة. ولنفس السبب في الحالتين، في الحالة السابقة تكون العبارة الشرطية صحيحة لأننا ما ألزمتش عمر بأي شيء. خلاص. تعال نشوف بستخدم العبارات وجدول الصواب للعبارات الشرطية دي ازاي. طبعا العبارات الشرطية احنا قلنا اتفقنا لما يكون العبارة صحيحة والفرض صحيح والنتيجة صحيحة بتكون العبارة صحيحة. الفرض صحيح والنتيجة خاطئة بتكون العبارة خاطئة. ها العبارة دي يا جماعة لازم نفهمها قبل ما نعرفها.
لما تكون الفرضيه خاطئه في الحالتين الاخرتين دول تكون العباره ايه يا شباب صحيحه. ديت اللي انا عايزك تاخد بالك منها، لما تكون الفرضيه هنا او الفرضيه خاطئه بتكون العباره ايه صحيحه، خلاص بغض النظر ما اذا كانت النتيجه صحيحه ام خاطئه. تعالوا نشوف المثال رقم 3، قيم الصواب والخطا للعبارات الشرطيه، واللي حدد قيمه الصواب لكل عباره شرطيه فيما ياتي، واذا كانت صحيحه ففسر تبريرك، اما اذا كانت خاطئه فاعطي مثالا مضادا. يعني مثلا المثال رقم 1 او التمرين رقم 1 بيقول لي اذا قسمت عددا صحيحا على عدد اخر صحيح فان الناتج يكون ايضا عدد صحيح. طيب اذا قسمت عدد صحيح على عدد اخر صحيح فان الناتج يكون ايضا عدد صحيح. العباره ديت يا شباب، العباره الشرطيه ديت صحيحه ولا لا؟ اذا قسمت عدد صحيح، عدد صحيح هنا عباره صحيحه، على عدد اخر صحيح، على عدد اخر صحيح برضه عباره صحيحه، فان الناتج يكون ايضا عدد صحيح. اقول له هنا طبعا العباره خاطئه، لان انا ممكن اعمل ايه؟ انا اختار الرقم الاولاني مثلا وليكن رقم 1، ولما اقسم الرقم 1 على الرقم 2، الرقم 1 عدد صحيح والرقم 2 عدد صحيح، فلما اجي اجيب ناتج القسمه بتاعهم هيطلع لي بنص، والنص ليس عدد صحيح، فبالتالي العباره بتاعتي يا جماعه يكون الاستنتاج يكون خاطئ، وحيث يمكنك ايجاد مثال مضاد فان العباره الشرطيه ايه؟ خاطئه. طالما تقدر تجيب مثال مضاد تنفي به صحه العباره، اذا العباره الشرطيه يا شباب خاطئه. تعالوا نشوف التمرين رقم ب، قال اذا كان الشرط التالي هو اغسطس، او الشهر التالي سوري هو اغسطس، فان هذا الشهر هو يوليو. الشهر التالي هو اغسطس، فان هذا الشهر هو يوليو. احنا عارفين ان الشهور مايو يونيو يوليو اغسطس، يعني اللي بيجي بعد يوليو اكيد اغسطس. اذا كان الشهر التالي هو اغسطس فان هذا الشهر هو يوليو، عندما تكون الفرضيه صوابا، فعلا الشهر التالي هو اغسطس، فالاستنتاج يكون صوابا كذلك، لان اغسطس هو الشهر التالي الذي يلي يوليو، ومن ثم تكون العباره الشرطيه ايه؟ صائبه. ناخذ تمرين موجه يا شباب مع بعض. السؤال بيقول لي اذا كانت A زاويه حاده فان قياس زاويه A بيساوي 35. طيب العباره هنا بتقول، العباره بتقول اذا كانت A زاويه حاده، هنا ده الفرضيه بتاعتي، اذا كانت A زاويه حاده العباره هنا صحيحه، فان زاويه A زاويه بتساوي 35. طب انا ممكن اقول له ان الA بتساوي 40، ممكن تكون الA بتساوي كام؟ 60، لان انا عارف ان قياس الزاويه الحاده بيقع ما بين كام؟ بيبقى اقل من 0 الى 90، اكبر من 0 واقل من كام؟ من 90، خلاص. فطالما تقدر تجيب له مثال مضاد هنا، اذا العباره ايه يا شباب؟ العباره خاطئه، لانه اذا كانت زاويه ايه مثلا حاده فليس بالضروري ان تكون 35 بالظبط، يعني فممكن تكون 40 مثلا او 50 وهكذا، خلاص. نشوف مع بعض العبارات الشرطيه المرتبطه. يعني ايه عبارات شرطيه مرتبطه؟ يرتبط بالعباره الشرطيه المعطاه عبارات شرطيه اخرى، زي مثلا لو انا قلت مثلا يا شباب العباره الشرطيه هي العباره التي يمكن كتابتها على صوره اذا كانت بي فان كيو، بتبقى بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. يعني مثلا اذا كانت زاويه A بتساوي 35 فان A حاده، هي العباره دي صاحيحه، خلاص. لكن عكسها طبعا احنا لسه كنا واخدينها دلوقتي، عكس العباره اللي هو العكس بقى، اذا كان ايه العكس العباره؟ ينتج العكس من تبديل الفرض مع النتيجه. يعني مثلا بدل ما كنت بقول اذا كانت 35 فانها حاده، لا هنا بقول اذا كانت ايه حاده فان ايه بتساوي 35. يبقى انت عرفت يعني ايه عكس العباره؟ عكس العباره ان انت بتعمل ايه؟ بتبدل الفرض مع النتيجه، يعني فرض دي تخليه هو نتيجه، والنتيجه دي تخليها هي ايه؟ فرض. خلاص؟ في عندي حاجه ثانيه اسمها الايه؟ المعكوس. معكوس العباره ينتج المعكوس من نفي كل من الفرض والنتيجه في العباره الشرطيه الاصليه. يعني هنا مثلا اذا كانت زاويه قياس زاويه A لا يساوي 35 فان زاويه A ليست حاده، اللي انا نفيت الايه؟ الفرض والنتيجه في العباره الشرطيه الاصليه، دي العباره الشرطيه الاصليه اللي فوق دي، ودي عكسها ودي معكوسها. اما المعكوس الايجابي او المعاكس الايجابي ان انت بتنفي كل من الفرض والنتيجه في عكس العباره، في عكس الايه؟ في عكس العباره. يبقى تعالى ناخدها تاني كده، انا عندي عباره اصليه اللي هي بي
اذا كانت بي فان كيو عكسها اكيد هيبقى اشيل البي واحط مكانها كيو، الكيو مكانها بي، هيبقى اذا كان كيو فان البي. معكوسها ان انت بتنفي العباره الشرطيه نفسها، بتنفيها نفي العباره الفرد والنتيجه في العباره الشرطيه، خلاص يبقى المعكوس هو نفي العباره الشرطيه، خد بالك من دي. اما المعاكس الايجابي هو نفي برضه بس مش في العباره الشرطيه، في عكس العباره الشرطيه، يبقى هو نفي كل من الفرد والنتيجه في عكس العباره الايه الشرطيه. مهم جدا وبيجي كتير في الامتحانات، فركز شويه معايا. عبارات متكافئه منطقيا، العبارات المتكافئه منطقيا يا شباب يعني ايه متكافئه منطقيا؟ يعني لها نفس درجه الصواب نفس درجه الايه الخطا. طبعا هي العبارات التي لها نفس قيم الايه الصواب. مفهوم اساسي مثلا، العباره الشرطيه ومعاكسها الايجابي متكافئتان منطقيا. العباره الشرطيه ومعاكسها الايجابي متكافئتان منطقيا. لو لاحظت هنا هناك ان العباره الشرطيه ومعاكسها الايجابي هما الاثنين صحيحين، عكس العباره الشرطيه ومعاكسها العكس والمعاكس برضه متكافئتان منطقيا. اذا كانت ديت صائبه فهتكون ديت ايه صائبه، اذا كانت هنا خاطئه فتكون هي ايه خاطئه. تعالوا نشوف مثال او تمرين موجه. قال لي اكتب العكس والمعكوس والمعاكس الايجابي لكل من العبارتين الشرطيتين الاتيتين، ثم حدد ما اذا كان اي منهما صحيحا ام خاطئا، واذا كان خاطئا فاعطي مثالا مضادا. اربعه ايه؟ الزاويتان اللتان لهما نفس القياس، التي لهما القياس نفسه متطابقتان. الزاويتان اللتان لهما القياس نفسه متطابقتان. هو عايز مني هنا ايه يا شباب؟ عايز اجيب حاجه اسمها عكس العباره الشرطيه. طيب عشان اجيب عكس العباره الشرطيه احنا بنقول نعمل ايه؟ العكس ان انت بتعكس الفرد مكان النتيجه، والنتيجه مكان ايه يا ولاد؟ مكان الفرد. العكس ان هو التبديل بين الفرديه والاستنتاج في العبارة الشرطية، يعني هيبقى بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. هتقول له ان العكس العبارة الشرطية، مش واضحة كتير في الكلام، بس عكس العبارة الشرطية تقدر تقول له هنا الزاويتان اللتان لهما القياس نفسه متطابقتان. تقول له العكس هنا، تقول له الزاويتان المتطابقتان ها لهما نفس القياس، الزاويتان المتطابقتان لهما نفس الايه؟ القياس. تمام يا شباب؟ طيب نشوف ايه المعاكس. المعاكس او المعكوس، طبعا المعكوس ان انا بنفي كل من الفرديه والاستنتاج في العباره الشرطيه. المعكوس ان انت بتنفي كل من الفرديه والاستنتاج في العباره الشرطيه، خلاص. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما ظبطت الخط. الزاويتان اللتان لهما القياس نفسه متطابقتان، احنا قلنا نجيب ها العكس، عكس الزاويتان المتطابقتان لهما، يبقى الزاويتان المتطابقتان لهما القياس نفسه، والعباره هنا ايه؟ صائبه. والعباره هنا ايه؟ صائبه. طبعا عشان تجيب عكس العباره ان انت بتعمل ايه في عكس العباره؟ بتبدل ما بين الفرضيه والنتيجه. النتيجة هنا كانت متطابقتان، يبقى الزاويتان متطابقتان. طب الفرضية كانت هنا الزاويتان لهما نفس القياس، يبقى لهما نفس الايه؟ القياس او القياس نفسه، والعبارة هنا هي يا شباب صائبة. تعال نجيب المعكوس، احنا اتفقنا ان في المعكوس ان انت بتنفي الفرض والاستنتاج في العبارة الشرطية. طيب تعال ننفي الفرض كده، الزاويتان لهما نفس القياس، يبقى اقول له الزاويتان اللتان ليس لهما القياس نفسه غير متطابقتان. نفيت الفرد، نفيت النتيجه، والعباره ايضا ايه؟ صائبه، لان الزاويتين التي ليس لهما نفس القياس غير متطابقتين، عباره منطقيه. خلاص؟ نشوف حاجه اسمها المعكوس الايجابي والمعاكس الايجابي او المعكوس الايجابي. هو نفي كل من الفرضيه والاستنتاج في عكس العباره. عكس العباره كان بيقول ايه؟ الزاويتان المتطابقتان لهما القياس نفسه، لا اقول هنا الزاويتان الغير متطابقتان ليس لهما القياس ايه؟ نفسه. الزاويتان الغير متطابقتان يعني اللي مش متساويتان ليس لهما القياس نفسه، خلاص؟ وهي ايضا عباره ايه؟ صحيحه.
وفي النهاية بشكركم كتير على حسن استماعكم، واتمنى ان انتم تفهموا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.